السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نرى القنوات النقل لمباراة فريق برشلونة وفريق جلطة سراي في الدوري الأوروبي لمباراة الإياب. طبعا مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي في ملعب الكامب نو، وسوف تبدأ المباراة بعد نصف ساعة من الآن في إياب الدور 16 من بطولة الدوري الأوروبي. كما قلت، المباراة الأولى انتهت بالتعادل السلبي. سوف نرى جميع القنوات الناقلة للمباراة، فلا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو لتلقاك كل جديد. ولنبدأ على بركة الله في القنوات الناقلة لمباراة فريق برشلونة وجالاتا سراي. طبعا هناك الكثير من القنوات، لكن أهمها سوف أذكرها الآن. والقناة الأولى هي بين سبورت HD1 من تعليق المعلق حسن العيدروس. المباراة الأولى هي بين سبورت HD1 من تعليق المعلق حسن العيدروس. لدينا قناة كانال ألا سلوفان، لدينا سبورت تي في تو بورتوغال، سكاي سبورت أسترام، HD3، بين سبورت كونيكت، وستريب سبورت لا ليغا HD. طبعا هذه هي القنوات الناقلة، أهمها بالنسبة للدول العربية هي قناة بين سبورت HD1 من تعليق المعلق حسن العيدروس. كما قلت، المباراة سوف تلعب في ملعب نادي جالاتا سراي على تمام الساعة 6:45 بتوقيت المغرب والجزائر، و7:45 بتوقيت مصر. طبعا هذا هو كل شيء لدينا بخصوص مباراة جالاتا سراي وبرشلونة والقنوات الناقلة. فلا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو لتلقاك كل جديد، وإلى اللقاء.